مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: كيف تعرفين أنك حامل من أول يوم بعد التبويض؟ هذا السؤال من الأسئلة الأكثر شيوعا لدى غالبية النساء في الفترات الأولى من حدوث الحمل، وللإجابة على هذا السؤال سيتم عرض أبرز وأهم العلامات الدل على حدوث الحمل من أول يوم بعد التبويض، ونذكر منه نزول بعض قطرات من الدم والتي تعرف باسم نزيف الغرس الناتج عن التصاق البويضة الملقحة بجدار الرحم، أيضا حدوث بعض التشنجات أو التقلصات المشابهة لتقلصات الدورة الشهرية، زيادة معدل الإفرازات البيضاء الحليبية والتي تنتج من الرحم كنتيجة طبيعية لتضخم جدرانه، حدوث عدد من التغييرات الواضحة في الثدي من حدوث بعض الانتفاخات والوخزات المؤلمة، وكذلك تغير لون حلمة الثدي إلى اللون الداكن، الشعور بالإعياء الشديد والإرهاق، والإصابة بحالة شديدة من الغثيان الصباحي والنفور من الطعام بشكل عام، الحاجة الملاحة إلى التبول المستمر والتقلبات المزاجية المستمرة مع صداع خفيف ومتكرر، كذلك آلام الظهر. عادة ما يتغير لون البول خلال المرحلة المتقدمة من الحمل من اللون الأصفر الفاتح الشفاف إلى اللون الأصفر الداكن أو البرتقالي، وقد يرجع ذلك لعدد من الأسباب والتغيرات الهرمونية كجفاف الجسم كنتيجة لحالات الغثيان الصباحي وما يتبعها من تقيؤ مستمر، وكذلك تواجد بعض التهابات المسالك البولية. عادة ما ترغب السيدات في التعرف على حدوث الحمل دون أن تلجأ إلى استخدام التحاليل الطبية، وبالفعل يمكن إجراء هذا الأمر بواسطة استخدام عدد من الاختبارات المنزلية البسيطة التي تعطي بعض المؤشرات الأولية عن وجود حمل من عدمه، وإن كانت هذه الاختبارات في بعض الأحيان لا تعطي نتائج صادقة، يمكن إجراء اختبار الحمل المنزلي بعد مرور أسبوعين تقريبا من تأخر الدورة، وذلك حيث تزداد حينها نسبة هرمون الغدد المشيمية ويتم إفرازه في البول على نحو ملحوظ، وعادة ما يوصي الأطباء بإعادة تكرار مثل هذه الاختبارات المنزلية بعد مرور من 3 إلى 5 أيام، وذلك لتحري الدقة بشكل أكبر، ويمكن بعدها التوجه إلى إجراء التحاليل الطبية المطلوبة للتأكد من وجود الحمل.